بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبز البازلمة التركي اللي داير ضجة واللي طلبوه مني بزاف، اليوم غادي ندير لكم الوصفة تاعه. وصفة رائعة، خبز قطن خفيف بزاف وطري وخاوي من الداخل كيما يبغيه الخاطر. ديروا به لي ساندويتش، تاكلوه مع لي بلاطا تاعكم، مهم خبز يفرح. ديروه بالدهن، تاكلوه بالحليب ما شاء الله. الو اليوم قبل ما نبدا بغيت نشكر كاع الاصدقاء تاعي والعائله تاعي اللي راهم يشجعوا فيا وراهم دائما بالتعليقات تاعهم وكاع يدعموني. نقول لهم شكرا وبارك الله فيكم، وان شاء الله يا ربي نكون عند الحسن الظن تاعكم. حاجه ثانيه، اليوم بغيت نشكر صديقات خاصه اللي راهم يجربوا في الوصفه تاعي، كسوا اللي صوروا اللي ما صوروش. نقول لهم الثقه تاعكم اللي راكم حاطينها عندي نشكركم عليها. انا نشكر بالخصوص الاخت حفصه كوين اللي جربت شحال من وصفاتي، الاخت مختاريه كذلك اللي راها مجتهده، مختاريه ام ياسر، الاخت والصديقه الحبيبه وفاء، هذه زميلتي في العمل، نقولها برافو لك يعطيك الصحه. والاخت كذلك حفصه بناني اللي راها مزهيتنا. نبدو الوصفه تاعنا بسم الله. نبدو مع بعض. عندي 500 غرام من الطحين الابيض اللي هو الفارينة، غادي نزيد له ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة الكيميائية، ملعقة صغيرة من الملح. خلاص نخلطوا المكونات الجافة. انا الكاس تاعي هذا في 250، راني نقص منه شويه، عندي 200 مليلتر تاع الحليب و200 مليلتر تاع الماء. بون الماء قادر نزيدو شويه قادر نقصو شويه على حساب الطفارين تاعنا شحال تلفد لنا. نبداو بسم الله، نبداو نلمو العجينه بشويه حليب ومن بعد نزيدو لها شويه تاع الماء ونشوفو كيفاش القوام تاعها راح يكون. نستعينوا بشويه زيت او زيت زيتون باش نلموا العجينه تاعي باش خلوها تخمر، باسكو الزيت غادي يساعدنا باش نديكولوها من الجدار تاع فوالا. يلا شويه زيت زيتون ولا زيت نتوما والذوق تاعكم. انا نخلوها ترياح حتى يدوب الفوليوم تاعها ومن بعد نرجعوا لها. فوالا العجينة تاعنا بعد ما خمرت، نحطو هنا كمية معتبرة من الفارينة، نستعينو بشوية زيت باش نهودوها غير بشوية. فوالا تساعد روحنا بشوية فارينة. قطعوها قطع صغيرة كيما راكم تشوفوا، كيما راكم تشوفوا شوفوا غاية العجينة تاعنا كي راها.
فوالا الخبيزه تاوعي غادي نخليهم يريحوا غير شويه، نبداو نطيبوهم مع بعض. شوفوا طريقه تطيب تاعهم. انا في مقله كيما هذه تعرفوها بلي ما تلصقلكمش، سواء تاع لي كريب ولا، غادي نبداو نطيبو فيها. فوالا انا اللي حطيت الحبه الاولى تاعي. فوالا النار، شوفوا هاي يعني نقصت لها. فوالا كي تبداو تشوفوها تنتفخ لكم كيما هكا كيما راكم تشوفوا، قلبوها. فوالا كي تشوفوها تبدا تطلع شويه عاودوا قلبوها. هذا خبز ناجح 1000%، ما كاش زعامه. وقعدي شوفوا كيفاش لا فاصون تاعه، طوب طوب طوب. شوف 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 فوالا، شوف كيفاش طلع. شوفوا كيفاش طلع كم تشوفوا، ويجي من الداخل فارغ خاوي. ها ريغاردي بيان، رائع جدا جدا جدا. خبز ما شاء الله. هذا الخبز التركي الهشيش واللي ناكله مع كل وجباتنا، وخاصة مع لي ساندويتش يجيكم هايل رائع جدا. راكم تشوفوا طلع تاع فارينه، درنا 6 تاع خبزات قد ما ناكلو ما شاء الله ونوكلو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتدعوا لنا معاكم. ديروا اعجاب بالفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. نتلاقوا في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.